مدینہ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 فخر الرسل محبوب
خدا فخر رسل محبوب خدا محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آپ جو آئے دنیا میں کفر کی ظلمت دور ہوئی آپ جو آئے دنیا میں کفر کی ظلمت دور ہوئی نور جہاں میں پھیل گیا نور جہاں میں پھیل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا آئیں گے شفاعت کو اس دم آئیں گے شفاعت کو اس دم حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا کفار بھی سن کر کہنے لگے کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ